وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وعلى ال بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين اهل النور والتحقيق والوفاء احييكم احبتي بتحيه الاسلام واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتواصل واياكم هذه الحلقه الجديده من برنامج من هدي الجمعه وقد اخترنا في هذه الحلقه عن الجار وما ادراك ما الجار. المجتمعات الاسلاميه يربطها التوادد والتعاون والترابط والقرب والموده والمحنه والمحبه وكلهم اخوه كما جاء في الحديث النبوي الشريف المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. لذلك لجارك اهميه كبيره عند الله سبحانه وتعالى. وعند المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وكذلك عندك انت كمسلم والله تعالى يقول والجار ذو القربى والجار الجنب لذلك حينما يذكر الله تعالى في كتابه العزيز منزله الجار وموقع الجار لذلك ورد عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حرمه الجار لجاره كحرمه امه لذلك حينما يقدر الجار من قبل اخيه المسلم وجاره المسلم فانه ينصاع للامر الالهي الرباني المحمدي الذي جاءنا من خلال السنه النبويه المطهره. لذلك جاء في الحديث الجار للجار حتى وان جار. لذلك يجب عليك ايها المسلم ان تكون لجارك وان كان قد عاملك وواجهك بالسوء والجور فجاء بالحديث النبوي الشريف والذي بعثني بالحق نبيا لا يسلم عبد حتى يسلم جاره من لسانه وقلبه ويده من اللسان لا تتكلم على جارك ولا تغتابه ولا تاكل لحمه وفي قلبك لا تحمل عليه ضغينه ولا كره عليك ان يكون قلبك رقيقا وفي يدك عليك ان لا تبطش ولا تسرق ولا تضرب ولا تنهب ولا تسلب لان الجار ذات منزله عاليه لا يعلمها الا الله وقد حدثنا الاسلام على لسان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصيه الجار ومنزله الجار ومكانه الجار وقرب الجار لذلك ان انت اذيت كلب جارك فانك اذيته اي اذيت الجار حتى لو ضربت كلب جارك بحصوه حصاه او بشيء من الحجاره فقد اذيت جارك. وقد جاء في الحديث النبوي الشريف الذي ذكره الامام الغزالي في كتابه مكاشفه القلوب عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم سبعه لا ينظر الله سبحانه وتعالى اليهم يوم القيامه ويقول ادخلوا النار مع الداخلين فمن هم هؤلاء السبعه الذين قد اشار اليهم الحديث وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف لكننا نأخذه من باب الاستئناس والتخويف والترهيب والعظة لا في المواريث ولا في العقائد. سبعة لا ينظر الله سبحانه وتعالى علي إليهم يوم القيامة ويقول ادخلوا النار مع الداخلين وقد تطرقنا في حلقة ماضية عن هذا الحديث اول هؤلاء السبعة الذين لا يدخلون الجنة ويساقون الى النار هو الفاعل والمفعول به اي اصحاب اللواط والعياذ بالله الثاني من هؤلاء ناكح يده الثالث ناكح البهيمه الرابع ناكح المراه في دبرها الخامس الذي يجمع بين الام وابنتها السادس ناكح حليله جاره والسابع المؤذي جاره هؤلاء لا يدخلون الجنه ويقول الله سبحانه وتعالى اليهم يوم القيامه ادخلوا النار مع الداخلين متى يكونون من اهل الجنه عندما يتوبوا من هذه الافعال وياتوا الى الى الله سبحانه وتعالى تحملهم التوبه والندم ثم الاستغفار فان الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات فما يخصنا في هذا الحديث شطرين منه او نقطتين منه الاولى الذي لا يشم رائحه الجنه او الذي يساق الى جهنم ويدخل النار مع الداخلين ناكح حليله جاره وكذلك المؤذي جاره هذين الصنفين لهم عقوبه عاليه لا يعلمها الا الله لما لان الجار اذا سافر ايها الاخوه وسئل في الطريق من ابقيت مع عيالك يقول ابقيت لهم جاري ابقيت لهم اخي في الله واذا ما تبضع ذلك الجار في السابق كانت النقود هي عباره عن دنانير او دراهم من الذهب تحمل في اكياس فحينما كان ذلك المسلم يتبضع في السوق وينظر الى دابته لكي يخرج ذلك الكيس الذي فيه اموال لكي يشتري بضاعته فاذا به قد فقد هذا الكيس فحينما يسأل يقول والله انني فقدته او نسيته بالبيت ولم تكن البيوت كبيوتنا الآن مؤصدة الابواب ومؤصدة الاسيجه فيقال كيف نسيت اموالك؟ قال ان جاري سيحفظه ان جاري سيحفظه ولا يخشى على بيته وان كان فارغا ولا يخشى على ماله ولا يخشى على عرضه ولا يخشى على امواله ولا يخشى عن زوجته ولا يخشى على ابنائه لانه قد امنه ولانه قد شعر بالموده والراحه التامه لان جاره سوف يغطي فراغه وكان اهل الشام حينما يفتتحون اسواقهم في الصباح الباكر ويجيء الزبون لكي يشتري كان احدهم يقول للمشتري يا هذا يا هذا اذهب إلى جاري فقد ابتعت أنا من الصباح أنا بعت بضاعة لكن جاري لم يبع لحد الآن اذهب واشتري منه فلنقس هذا التصرف وهذا العمل وهذا الأدب على أنفسنا نحن نريد الزبائن لنا ونريد الخير لنا ونريد التجارة لنا ونضرب جيراننا عرض الحائط ليس هذا من الدين ولا من الإسلام ولا من شريعة المصطفى العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه أو كما قال المصطفى العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم فقد جاءتنا كتب السير عن الأوائل كيف كانوا يتصرفون مع جيرانهم فهذا جار لأبي حنيفة يهودي حينما عرض داره للبيع أعلنها بالسوق وطلب ألفي دينار فحينما جاء أهل الاختصاص إلى دار ذلك اليهودي رأوها دار متهرئة لا تساوي إلا ألف من الدنانير فقيل له يا هذا كيف تعلن عن سعر هذه الدار بألفي دينار وهي لا تساوي غير ألف قال والله ألف للدار وألف للجوار ومن جارك يا هذا قال جاري أبي حنيفة فحينما سمع سيدنا أبي حنيفة النعمان ذهب إلى ذاك ذلك اليهودي وأعطاه الألف ثم أبقاه في داره هكذا الجوار وإلا بلاش كما يقال في هذا الزمان أيها الأحب الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. حذيفه بن اليمان. صحابي جليل ولد في مكه المكرمه وعاش في المدينه المنوره. شارك حذيفه بكل المعارك والغزوات التي قادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدا معركه بدر. شهد حذيفه احدا وما بعدها من المشاهد مع الرسول عليه الصلاه والسلام وشهد فتح العراق والشام وشهد معركه اليرموك وفتوحات فارس لما نزل بحذيفه الموت جزع جزعا شديدا وبكى بكاء كثيرا فقيل ما يبكيك فقال ما ابكي اسفا على الدنيا بل الموت احب الي ولكني لا ادري على ما اقدم على رضا ام على سخط ودخل عليه بعض اصحابه فسالهم اجئتم معكم باكفان قالوا نعم قال ارونيها فوجدها جديده فارهه فابتسم وقال لهم ما هذا لي بكفن انما يكفيني لفافتان بيضاوان ليس معهما قميص فاني لن اترك في القبر الا قليلا حتى ابدل خيرا منهما او شرا منهما ثم تمتم بكلمات مرحبا بالموت حبيب جاء على شوق لا افلح من ندم واسلم الروح الطاهره لبارئها في السادس والثلاثين هجريه بالمدائن وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان بأربعين ليله رضي الله عنهم وارضاهم اهلا بكم ايها الاحبه الكرام وهذه الحلقه الجديده عن الجار. لذلك فقد ورد لنا في كتب السير ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن ابيه. أمر غلامه بأن يذبح شاة فقال يا غلام إن ذبحت الشاة فاجعل نصيبا منها لجارنا اليهودي ثم مر سيدنا عبد الله يتكلم مع أصحابه ثم جاء مؤكدا على غلامه يا غلام هل ذبحت الشاة وهل بعثت من منها لجارنا اليهودي فإذا بذلك الغلام يقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لقد اذيتنا باليهودي. لقد اذيتنا باليهودي فاذا بسيدنا عبد الله بن عمرو العاص بن يقول: ويحك يا هذا والله لا زال لا زال النبي يوصينا بالجار حتى ظننا انه سيورثه فكان الاوائل من الصحابه الكرام حتى التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يومنا هذا الان فقد فقدنا هذه الامور. كانوا يتسابقون على العطاء وعلى الهبه وعلى المنزله الى الى جيرانهم وبالاخص من اليهود واهل الذمه من النصارى. والمصطفى عليه الصلاه والسلام يقول الجيران ثلاث جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثه حقوق. اما الجار الذي له ثلاثه حقوق هو جارك من اهل صله الارحام اخوك ابوك عمك خالك اختك ومن هؤلاء الذين هم لك صله بهم لهم حق الاسلام ولهم حق الصله صله الارحام ولهم حق الجار جارك من اولي الارحام ثلاثه حقوق اما الجار الذي له حقان فهو جارك الغريب ليس من اهل الرحم يعني ليس من اهل صله الرحم له حق الجار وله حق الاسلام اما الجار الذي له حق فذلك الجار الذمي غير المسلم فله حق الجار عليك ايها المسلم انظر ايها المسلم الى هذه العبارات والى هذه الكلمات النيرات التي قد وجه بها المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم احبابه واصحابه وامته المباركه على حقوق الجار. وقبل الاسلام قال عنتره: واغض طرفي حين تبدو جارتي حتى يواري جارتي ماواه. اذا قبل الاسلام كان هنالك دور كبير واهميه كبيره لاحترام الجار. حتى سيدنا بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن ابيه كذلك قال ثلاث امور كانت محموده في الجاهليه مستحسنه في الجاهليه وقد امر بها الاسلام فمن هذه الامور اذا جاءهم ضيف يكرموه ويبالغون في كرمه واذا كبرت عند احدهم امراه ووصلت الى درجه العجز لا يطلقها يتزوج عليها ثم يكرمها حتى لا يطلقها وتذهب وتتيه تهمل وكذلك اذا وقع جارهم في شده وفي كرب وفي عازه جمعوا له الاموال وسدوا عنه ما هو فيه من الشده وما هو فيه من البلاء وما هو فيه من العازه حتى ان السيدة ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في ناس كجلد الاجرب وكان هذا بيت الشعر للبيد وقالت امام الصحابة الكرام ما اشعره قالوا يا ام المؤمنين وما في هذا البيت حتى تقولي ما اشعره قالت لقد كان قوم يعني مر علينا اقوام لقد كان ممن كان قبلكم من الاقوام اناس اذا راى في جاره او اذا راى في اخيه في الله خله سدها عنه ولم يبلغه بذلك اذا راى بجاره عايزه راح سدها ورا وستر عليه وما خبره خلاها بينه وبين الله تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاه لقد ذهب هؤلاء وجيء بآخرون كان أحدهم إذا رأى عند جاره أو في جاره أو في أخيه خلة سدها عنه وأبلغه لو لم أكن أنا لما لم فضحته ولو لم أكن أنا لا بك يسد هاي الخلة ويفضح فتقول السيد عائشة فذهب هؤلاء وجيء بآخرين إذا رأى أحدهم في جاره أو في أخيه خلة لم يسدها عنه وفضحه أمام الناس وهذا الأمر يا مكثره في هذا الزمان يتسابق الناس على فضائح جيرانهم وعلى فضائح أخوانهم ويتربصون الدوائر لهم كل يدلو بدلوه ان كان فيه ام لا فهذا ليس من باب احترام الجار وجاء رس رجل الى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا رسول الله جاري يؤذيني قال اصبر وجاء مره ثانيه وثالثه فقال له المصطفى القي بمتاعك في قارعه الطريق طلع غراضك وذبهم قارعة الطريق فحينما فعل ذلك الجار وجعل العفش في قارعة الطريق مر الناس من عنده قالوا يا هذا ما لك قد ألقيت بما ملابسك ومتاعك في قارعة الطريق قال والله جاري يؤذيني لعن الله جارك لعن الله جارك فكان المار الذاهب والآتي كل يلعن هذا الجار بسبب اذيته لجاره حتى ان ذلك الجار حينما سمع بهؤلاء يلعنوه جاء معتذرا الى جاره ثم اعاد متاعه الى داره وصبر. فالجار على التابيد ذلك من ذلك من يرحل عنك حتى ان الجار الميت يتاذى اصحابه من جيرانه في المقبره اذا كان من اهل السوء. لقد سأل الصحابة الكرام المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله وهل أن الرجل الصالح إذا مات ودفن في المقبرة ينفعهم قال كيف وإن كان جارك قال والله لم يكن منه إلا الصلاح والفلاح والنجاح والنور والبركة والخير قال هكذا الجيران حتى الجار السيء إذا مات ودفن في المقابر يؤذي أهل القبور كما كان يؤذي الناس وهم أحياء في هذه الدنيا الدنيئة الفانية وعن أبو ذر وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أوصاني حبيبي بثلاث أي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوصى الصحابي الجليل أبو ذر يا أبا ذر طع وإن كانت هذه الإطاعة لعبد حبشي مقطوع الأنف يعني عليك بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي مقطوع الأنف وعليك ان تصلي الصلاة بوقتها ثم إحسانك لجارك يا أبا ذر إن عملت مرقة مرقة فأكثر ما أها بالحديث النبوي الشريف ثم اجعل منها لجارك نصيب. الان لو يسال ابو البيت زوجته هل كثرت ماء المرق؟ هل كثرت ما طبختيه من الرز بين قوسين التمن؟ وهل بعثت لجارنا؟ الموده اخواني المحنه القرب باطعام الطعام واطعام الطعام من الدرجات ليس من الحسنات. فحينما تطعم الطعام للسائل للضيف للجار فان الله سبحانه وتعالى يهب لك الدرجات ما بين الدرجه والدرجه ما بين السماء والارض وفي روايه ما بين الدرجه والدرجه خمسمائه سنه وفي روايه ما بين الدرجه والدرجه خمسمائه خندق ما بين الخندق والخندق خمسمائه عام فاطعام الطعام والصدقات لجارك وهو اولى من غيره هذه من الدرجات حتى ان الجار الفقير يمسك بطرف بطرف رداء وثوب جاره الغني يوم القيامه ويقول يا رب يا رب لقد اغنيته وافقرتني سله لم كان ياكل ولا ناكل ويشرب ولا نشرب ويلبس ولا نلبس فيحاججك جارك يوم القيامه الفقير ايها الغني عليك ألا لا تنساه وعليك ان لا تهمله وعليك ان تعطيه وعليك ان تبذل له وعليك ان تواسيه وعليك ان تفرح معه وله وتحزن معه وله في حزنه لذلك مهما تكلمنا عن حقوق الجار فالكلام قليل وهو يسير من سنه الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ومن شرعه. ايها الاحبه فاصل قصير ثم نعود اليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. ظهور العباد الجهال. عن سيدنا انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في اخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة أهلا بكم من جديد أيها الأحبة الكرام وهذه الحلقة عن الجار فقد جاء عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم من مات وشهد له ثلاثة من جيرانه بالصلاح دخل الجنة وفي رواية لا يحاسب الذي يموت ويشهد له ثلاثة من جيرانه لا يحاسب وفي رواية يدخل الجنة وجاء عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حينما سئل عن الجار فقال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وفي هذا الحديث رأى سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه رجل واقف عند المصطفى وأطال الوقوف ثم انصرف فجاء أبو ذر قال والله يا رسول الله لقد كنت ان انهر ذلك الرجل الذي اطال الوقف معك قال ارايته يا ابا ذر قال نعم يا رسول الله قال هذا جبريل لا زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وهذا سيدنا ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه وارضاه كان عنده جار يهودي وهذا الجار يهودي شاب وياتي متاخرا من كل ليله في الثلث الاخير من كل ليله سكران وهو على طرب وعلى غناء فمن ضمن ما كان يردد اضاعوني اضاعوني وهكذا يعني يغني فكان يستمع اليه سيدنا ابو حنيفه وهو قائم الليل ثم بعد ذلك فاذا بذلك الصوت لا ياتي الى مسامع سيدنا ابي حنيفه وفي الصباح خرج سيدنا ابي حنيفه يسال عن جاره ذلك الشاب الذي يغني ويتغنى يوميا على سكرته فقيل له يا امام ان هذا هذا فلان او هذا الجار قد اودع في السجن فلبس سيدنا الامام ابي حنيفه ملابس العظه الجبه والعمامه وحمل عصاه ثم ذهب الى مدير السجن فحينما رآه هرع جميع من كان في السجن من العساكر من الشرطة بمديرهم يبوسون ويقبلون ويرحبون بسيدنا الإمام أبي حنيفة لقد جاءنا الإمام أبي حنيفة وهم قد انسروا بقدومه أؤمر يا إمام قل يا إمام قال والله جئت مستشفعا لجاري اليهودي فلان قال لا عليك يا إمام لا عليك يا امام فليخرج ذلك اليهودي هو ومن معه في السجن وكان السجن حينها لا عن القتل ولا عن السرقات ولا النهب ولا السلب ولا الجرائم التي تكون في هذا الزمن على امور يسيره وبسيطه احدهم تاخر عن ايفاء الديون الآخر لم تصل بضاعته لزميله أمور يسيرة كأن يسجنون فيها من باب الإصلاح إصلاح النفوس فأطلق جميع من هم في السجن إكراما لسيدنا أبي حنيفة فحينما رأى هذا الشاب أن سيدنا الإمام أبي حنيفة هو السبب في إخراجه دخل الإسلام على الفور وذهب واغتسل وصلى صلاة الفجر خلف الإمام سيدنا أبي حنيفة فحينما كان يلتفت أبي حنيفة إليه وقل يا فتى وهل اضاعوك من باب الطرفه ومن باب الدعابه ومن باب السلاسه ومن باب هذه الامور المحببه يا فتى وهل اضاعوك لم يضع او يضيع هذا الجار جاره يهودي وذهب يدافع عنه سيدنا الامام فكيف بجارك ايها المسلم عليك ان تحترمه ولا تنظر الى بيته من غير ان يشعر ولا تسأل من الذي جاءكم البارحه البارحه؟ تسأل العيال او الاطفال ما الذي كان يحمل؟ وماذا يريد؟ من كان عندكم؟ واين ذهبتم؟ واين خرجتم؟ ومن اين جئتم؟ هذا فضول على المسلم ان يحفظ جاره وان يحفظ سمعه جاره وان يحفظ عرض جاره وان يحفظ زوجه جاره وابنه جاره وابن جاره حتى جاء في الحديث لئن يزني احدكم بعشر نسوة ايسر له من ان يزني بحليلة جاره ولئن يسرق احدكم من عشرة بساتين او بيوت ايسر له من ان يسرق من بيت جاره فعليه ان يعامل الجار كما يعامل نفسه لان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وضع هذه الضوابط الإيمانية المحمدية الشرعية الإلهية القرآنية فعليك أن تقف معه في الخير وفي الشر عليك أن تسلم عليه إذا مرض عده وإذا سافر اسأل عنه وعن عياله وإذا جاء استقبله وقف معه في الأفراح والأتراح وأن لا تعلو عليه السياج أو الجدار إلا بإذنه وأن لا تمنع منه مصد الريح وأن لا تؤذيه بالمضايقة وأن لا تؤذيه بمائك وألا لا تؤذيه بصوتك وأن لا تؤذيه بأي شيء يؤثر عليه لأن هذا يؤذي الله ويؤذي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. جائزته جائزه الضيف يوم وليله ثم الضيافه ثلاثه ايام وما زاد عليها صدقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. وقد قال سيدنا سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وارضاه من جبال اهل الحديث في العراق من السلف الصالح الذين يقتدى بهم الذين ساروا على نهج المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ماذا يقول؟ عشره من الجفاء عشره من الجفاء رجل او امراه يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه اذا انت انسان جافي أو أيها المرأة أنت جافية إن انتهيت من صلاتك أو من أي طاعة ورفعت اليد والدعوة كانت لك خاصة فهذا من الجفاء الذي يدعو من الرجال أو النساء وينسى والديه ومن الجفاء أيضا من هذه العشرة من قرأ القرآن ولم يقرأ مئة آية في اليوم أي أنك أيها المسلم إن لم تقرأ في اليوم مئة آية فإنك من أهل الجفاء من أهل الجفاء فعلى الأقل على الأقل بعد صلاة الفجر اقرأ سورة ياسين وبعد صلاة الظهر اقرأ سورة نوح وبعد صلاة العصر اقرأ سورة النبأ عما يتساءلون وبعد صلاة المغرب اقرأ سورة الواقعة وبعد صلاة العشاء اقرأ سورة تبارك ليس هذا من الجفاء فمن الجفاء من يقرأ القرآن الكريم ولم يقرأ مئة آية في اليوم ومن الجفاء أيضا من يزور المقابر ولا يسلم عليهم ولا يدعو لهم والمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الميت كالغريق ينتظر دعوة من أهله أو ولده أو جاره أو صديقه وإن الأموات يستبشرون ويبشر بعضهم بعضا بزيارتنا اليهم ودعائنا لهم والاستغفار لهم واهداء الثواب لهم ومن الجفاء ايضا من مر بقريه يوم جمعه او بمدينه يوم جمعه ولم يصلي فيها صلاه الجمعه. ومن الجفاء ايضا اثنان تصاحبا في سفر ولم يعرف هذا هذا. اذا من السنه حينما نسافر انا وانت انت تتعرف على اسمي وانا اتعرف على اسمك فمن الجفاء ان نسافر معا ولا اعرفك ولا تعرفني ومن الجفاء ايضا من سمع بقدوم عالم الى مدينته ولم يذهب اليه ياخذ من علمه من الجفاء فحينما نسمع بمجيء عالم في مدينتنا رجالا ونساء علينا ان نذهب ونستمع منه ومن الجفاء ايضا شاب نشا وكبر وهو لا يفقه من العلم شيئا فعلى الشاب حينما يكبر ان يتعلم وان يفهم ويعلم ويطبق ويعبد الله سبحانه وتعالى ومن الجفاء ايضا من كان عنده غنى ولم يعرف جاره وهنا محط الرحال حينما نتكلم في هذه الحلقه عن الجار فهذه من الامور التي قد بينها سيدنا سفيان الثوري العشر التي هي من الجفاء هنا نقف عندما انت تهمل جارك ولا تتذكر فيه ولا تهب له الصدقات او الهدايا ولا تقف معه فمن الجفاء أننا أيها الأحبة حينما نهمل جارنا فجاء رجل إلى المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وقال يا رسول الله جاري يؤذيني مرة ومرتين وثلاث حتى أن المصطفى قد أخبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أخرج واعلن يا ابن مسعود أن الجار للجار الجار هكذا أربعون بأربعون بأربعين بأربعين يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أن الجارة أمامك أربعين دار وعلى يمينك أربعين دار وعلى شمالك أربعين دار ومن خلفك أربعين دار والآن أصبحت من فوقك أربعين دار ومن تحتك أربعين دار حينما تذهب وتسكن في فنادق وافرة وفنادق عامرة وفنادق متطورة فيها الكثير الكثير من الشقق فأعلم أن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قد بيّن حقوق الجار منذ ألف وأربعين سنة حينما قال ألا أن الجار أربعين هكذا وهكذا, وهكذا 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 أشار المصطفى إلى الأربع جهات فعلينا أيها الأحبة أن لا ننسى الجيران وأن نتصدق عليهم وعلى غيرهم كما أخبرنا الإمام الشافعي عليه الرحمه تصدق ولو براس بصله لا يفوتك يوم ان لم تكن فيه قد تصدقت في سبيل الله والجيران اولى وصله الارحام اولى لذلك علينا ان نسارع وان نغير حالنا إلى حال يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والله أنني أعرف أناسا لم يدخل إلى بيت جاره وهو الحائط على الحائط منذ خمس أو ست سنوات حتى وان كان عنده عزاء او عنده فرح لن يدخل الى بيته وانما يسلم عليه بيده من بعيد، ليس هذا من باب الجار ولا من باب الاعتبار ولا من باب الشريعه ولا من من باب احترام السنه النبويه المطهره واحترام الاوامر الالهيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. واجعلنا صلحاء فلحاء لجار لجيراننا. واخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وان يحشرنا الله سبحانه وتعالى واياكم وجيراننا وجيرانكم بجوار المصطفى العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم في اعالي الجنان. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإلى حلقة قادمة من برنامج من هدي الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته